أخبار اليوم. نتعرف بك. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ الدكتور ياسر عبد الفتاح الهادي، أستاذ مساعد بمعمل قسم أقاس الشمس والفضاء في معهد القمر الكوزمولوجية والجيوفيزيكا. النهارده احنا بنرصد حدث فلكي، ظاهرة فلكية مهمة بالنسبة للمتخصصين وبالنسبة للهواة كمان، هي ظاهرة عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس. طبعا كوكب عطارد من الكوكبين اللي هم المحتملين اللي هم يعبروا قرص الشمس، بالإضافة للقمر طبعا اللي بيكون في حالة خسوف. كوكب عطارد النهارده المدور بتاعه ابتدى الساعة 1:14 بالليل بتوقيت القاهرة. المفروض احنا دلوقتي بنسجل هنا اهوت على اللوحة بهية المرفوعة قرص الشمس. لحظات العبور من أول ما ابتدى الساعة 11:16 هنا اهو بالتوقيت العالمي اللي هو بتاع جرينتش، وبعد كده كل حوالي ربع ساعة أو 10 دقايق برضو الحاجات اللي هي النقطة الرئيسية اللي هي العبور على خط الاستواء بتاع الشمس. المفروض إن هو هيبلغ ذروته الساعة 4:57 دقيقة، ده هيكون منتصف القرص. المفروض الانسلاخ بتاعه هيكون يعني خروج قرص الشمس هيكون الساعة 8:24، بس طبعا علشان غروب الشمس في القاهرة هيكون قبل كده فمش هنقدر نشوف حالة الانسلاخ، فالمفروض ان احنا هنسجل بقى طول الشمس. بالاضافه ان التلسكوب مزود بكاميرا من هنا بترمي على الصور يعني في يعني لحظيا على طول على الكمبيوتر اللي هو اسمها تكون مسجله اول باول. الظاهره دي طبعا تفيد في دراسه حاجه اسمها اللون دارك او الظلام الحافه. الظلام الحافه اللي هو انا بشوف الكوكب نفسه او اللي هو الجسم بيكون جسم معطل، بيكون بالنسبه لي مرجع يوريني درجه اللمعان ما بين الحافه لغايه السنتر بتاع الشمس. بالاضافه لانها بتفيد جدا الجوار التصوير وجوار التصوير الفلكي تحديدا اللي هو بيحب يسجلوا اللحظات.